العودة إلى فلسطين حقا لكل فلسطيني وحلما له، مهما قدم في سبيلها من تضحيات ومهما كلفه الأمر من عناء وجهد. وهذا ما أكده محمود درويش في قصيدة الجسر التي عرض فيها صورة للفلسطينيين العائدين أمام وحشية الصهاينة المعتدين، فلنستمع معا. مشيا على الأقدام أو زحفا على الأيدي نعود. قال: وكان الصخر يضمر والمساء يدا تقود، لم يعرفوا أن الطريق إلى الطريق دم ومصيدة وبيد. كل القوافل قبلهم غاصت، وكان النهر يبصق ضفتيه قطعا من اللحم المفتت في وجوه العائدين. كانوا ثلاثة عائدين، شيخ وابنته وجندي قديم، يقفون عند الجسر. كان الجسر نعسانا، وكان الليل قبعة، وبعد دقائق يصلون. هل في البيت ماء؟ وتحسس المفتاح ثم تلا من القرآن آية. قال الشيخ منتعشا: وكم من منزل في الأرض يألفه الفتى؟ قالت: ولكن المنازل يا أبي أطلال. فأجاب: تبنيها يداني. ولم يتم حديثه إذ صاح صوت في الطريق: تعالوا. وتلته طقطقة البنادق لم يمر العائدون. حرس الحدود مرابط يحمي الحدود من الحنين. أمر بإطلاق الرصاص على الذي يجتاز هذا الجسر. هذا الجسر مقصلة الذي ما زال يحلم بالوطن. الطلقة الأولى أزاحت عن جبين الليل قبعة الظلام، والطلقة الأخرى أصابت قلب جندي قديم. والشيخ يأخذ كف ابنته ويتلو همسا من القرآن سورة، وبلهجة كالحلم قال: عينا حبيبتي الصغيرة لي يا جنود، ووجهها القمحي لي، لا تقتلوها واقتلوني. وبرغم أن القتل كالتدخين، لكن الجنود الطيبين الطالعين على فهارس دفتر قذفته أمعاء السنين لم يقتلوا الاثنين. كان الشيخ يسقط في مياه النهر، والبنت التي صارت يتيمة كانت ممزقة الثياب وطار عطر الياسمين. والصمت خيم مرة أخرى، وعاد النهر يبصق ضفتيه قطعا من اللحم المفتت في وجوه العائدين، لم يعرفوا أن الطريق إلى الطريق دم ومصيدة. ولم يعرف أحد شيئا عن النهر الذي يمتص لحم النازحين. والجسر يكبر كل يوم كالطريق، وهجرة الدم في مياه النهر تنحت من حصى الوادي تماثيلا لها لون النجوم ولسعة الذكرى وطعم الحب حين يصير أكبر من عباده. وإذا ما أمعنا النظر في القصيدة نجد أن معجمين لغويين يغلبان عليها. الأول هو معجم العودة، ومن كلماته نعود، الطريق، القوافل، العائدين. أما المعجم الثاني فهو معجم الجريمة، مثل دم، مصيدة، بيد، البنادق، مقصلة، القتل.
وانطلاقا من هذين المعجمين اللغويين يمكننا استنتاج الفكرة العامة، وهي إصرار الفلسطينيين على العودة وتحديهم للصهاينة وجرائمهم. وبالعودة إلى المقطع الأول، نجد أن الشاعر يؤكد تصميم الفلسطينيين على الرجوع إلى أرضهم، فسرد ذلك بأسلوب قصصي درامي، وهم يقولون: سنرجع مشيا أو زحفا مهما عانينا. وكانت صلابة نفوسهم تفوق صلابة الصخور، وكان ذلك عند المساء، متجاهلين أن طريق العودة مليء بالإجرام والمكايد والمشقة، لأن كل قوافل العائدين قد ماتت، فجثث القتلى تملأ النهر وقطع أجسادهم تتقاذفها مياهه. لقد كان العائدون ثلاثة، شيخ مسن وابنته وجندي، وقفوا عند جسر العودة المحروس من الصهاينة، فكان الهدوء يعم المكان، والليل قد خيم، وما هي إلا دقائق حتى يصلوا إلى فلسطين. ثم تساءل الشيخ: هل سيعيد البيت مسكونا؟ ثم تحسس المفتاح الذي يثبت ملكيته لمنزله، ثم ردد آية من القرآن مطمئنا نفسه بها. بعد ذلك أظهر حنينه إلى منزله مرددا بيت أبي تمام: كم منزل في الأرض يألفه الفتى. ولكن الابنة كانت محبطة يائسة، على خلاف والدها فلم تكن عيناها تبصران إلا المنازل المدمرة. أما الأب فأخبرها أنهم سيعيدون بناء ما تهدم بعزيمتهم وإصرارهم. ولكن هذه المحادثة لم تطل بين الأب وابنته، إذ سرعان ما اكتشف العدو أمرهم، وراح يطلق نيرانه باتجاههم ليمنعهم من العودة أو حتى مجرد التفكير بها. إن الرصاص مصير كل من يحاول اجتياز الجسر المؤدي إلى فلسطين، وقد تحول هذا الجسر إلى مكان يموت فيه الأشخاص الذين ما زالوا يحلمون بالعودة إلى الوطن. لقد أطاحت الرصاصة الأولى بأحلام العائدين، وكشفت لهم أن طريقتهم في العودة غير مجدية. أما الرصاصة الثانية فألدت الجندية قتيلا. قال الشيخ في نفسه: هذه الفتاة هي الأمل، وهي الخير القادم إلى الوطن، فاقتلوني واتركوها. وعلى الرغم من أن القتل عادة مستساغة لدى الصهاينة الذين زوروا التاريخ وفرضوا هيمنتهم على فلسطين، إلا أنهم لم يقتلوا الفتاة بل قتلوا الشيخ، وانتهكوا كرامة الفتاة بعد أن جعلوها واحدة بلا أب وبلا عزة. ثم ساد الصمت واستمر تكرار المشهد نفسه: فلسطينيون يعودون وصهاينة مجرمون، يتجاهل المجتمع الدولي وحشيتهم وممارساته، ولكن جسر العودة والتضحية بقي يتعاظم مع الأيام، ودماء الفلسطينيين تعود عبر نهر الإجرام إلى ربوع فلسطين لترسم حكاية شعب يعشق تراب وطنه ويأمل بتحرير أرضه، مخلدا نفسه على رخامة التاريخ. وقد اختار الشاعر شخصيات قصته الشعرية بعناية فائقة، إذ رمزت كل منها إلى فئة محددة. فقد مثلت شخصية الشيخ جيل ما قبل النكبة، وهو جيل متفائل مسلح بالعزيمة والإصرار والوعي، ولذلك حرص العدو على قتله. أما شخصية الابنة فتمثل جيل ما بعد النكبة، هذا الجيل الذي سيطر التشاؤم واليأس على نفسه، ومع ذلك لم يدعه المحتل وشأنه. ففي قصتنا قام الجنود باغتصاب الابنة، والاغتصاب هنا رمز لسلب كرامة هذا الجيل كي لا يفكر بالعودة. أما شخصية الجندي فكانت هامشية ترمز للمقاومة التي توقفت، ويخشى الصهيوني من عودتها، فكانت الرصاصة الأولى في صميمها. وقد وظف الحوار ليكشف أعماق شخصياته، فبرز الشيخ متشوقا متلهفا للعودة،
بينما أظهر الحوار ابنة الشيخ معبرة عن خيبة أمل الجيل القادم بما يراه أمامه من وحشية الصهاينة. بينما برز الشيخ مترعا بالأمل حالما بحياة مليئة بالخير القادم. وقد اتكأ الشاعر على الرمز في نصه ليكثف معانيه ويترك للمتلقي متعة الغوص في أعماق المعاني، فقد رمز بالجسر في المقطع الرابع إلى التضحية والمضحين المصممين على العودة إلى الوطن، ورمز بالطريق إلى طريق العودة. أما النهر فكان نهر الإجرام والوحشية، ونجد الصور البيانية حاضرة في هذه القصيدة مثل القتل كالتدخين، فالقتل هو المشبه والكاف هي الأداة، أما التدخين فهو المشبه به، ونلاحظ أن وجه الشبه محذوف وعليه فالصورة تشبيه مجمل. وقد أدت الصورة وظيفة الشرح والتوضيح، فقد شرحت الصورة ووضحت اعتياد الصهاينة على القتل والإجرام من خلال تشبيه القتل بالتدخين، فأقنعت المتلقي بصدق المعنى ومضمونه. ستبقى فلسطين عربية وستتحرر من رجس الصهاينة، طال الزمان أم قصر. في الختام نتمنى لكم النجاح والتوفيق. نترككم في رعاية الله.